شيخ اسماعيل ديغو كميدها فاينكي غوددي نبادين تعيلفوين ايا كهادلي هاويني لغو دوليد ديغان دعيلفوين اسوغو فرينو دريعيد كستوكا قيب قادتي نبادين تديغا مداسي يشعبك هلا ذا قبرداسي لديلي ايا حكومة دي سومالي لان هادا لدي سينا وحا كميدها باقي روكو بانكسو سارينا لعادة عصب او دوان كان عدي ديغان كاس مددا لغا سو شقيي وحجرت كريس ومالي لان اي سقوط تجين هدي اي تاي دقن يا علماء يا الدولد يا ورباهن وحن خصوصنا هاي ان لقيتشو صحيحي يا باهنتي حشيسكي عيلفين وحان كبضناين بل بيش سيديداد كوديدي أيها هشيس كالله صحيحي هشيس كاسي قودهان وحو أصعدا سياد ياد أفي عن لكن وحان كحن هاي إن أي نسوء قادي إن ديغان كاس لقود دي قف عصب وحان دونينا إن آنو كموتينو دارين إرائية له لعضا دا عصب إيقوف آن وحبا قلبسان ووليبا الدمرة ووليبا هوييئة إن لقو ديلو وحانو قهرين إهل كي يأوبد كي أي هو يدود ماشا كب حضي يذا روح أن إلهي سبحانه وتعالى ما لنهم بإدم الله هيده وقبر ينا إنه جندا جنة الفردوس الأعلى لجراهه إنه إلهي سبحانه وتعالى أقود ديقه وقوه الرين بركة أنه مرحومة دا أدعينه وحكالو أنه تعسي قدرينا إهل كيده يا أبد كذا يا دمان عدي قرابة ذا لعدد عصب وعن كسو شيذنينا إريادة كوكوبا أو حدي وحد عان سيدي بلانتو آيا هيد وإن لو أركو إن لعدد عص يا كريمة وقف قيستي وحي أوقف قيسته إن قرن أما بيل هوية وأخير خلدوية بيل قف ما ودى الدشو ما ودى الدلين مركا قضب كاسي آدي آدبو مهيم يهيو وحي دعي وإنو فالكو كوكوبنا دا قفكي دباتدا قيسته لين عكالنا waa inuu ku koobnaada qoyska dibtu ay gaadhe iyo dibana oo qofka dibtu gaadheyna aan laga dhigin in qabiil ama beel ama deegan dib la gaarsiyay qofka dibta geysteyna aan laga dhigin in beeli ay geysatay waxaan u soo jeedinaynaa wax garadka iyo uqaasha iyo salaadiinta دين عدبت الجيش يد ولد بق وحان أسو تشيدين إن قف قاسي عدبت الجيش إن عدالة الله هركانو إن عدالة الله هركانو وحان سو تشيدين إن دين عوك سو تشيدا قف عدبت الجيش إن عدبت قاسي دين لالا نقول اللي قصو هر تشيستو oo sidii aynu ku heshiinay dhamaanteenba go'aanadkii shirkaasi cidii dib geysata in gees laga wada noqdo dawladduna ay gacan ku soo qabato dawladda iyo ehelka qofka wax geystayda cadaaladana la horkeeno arintana la dejiyo oo la qaboojiyo arintuna sidii hore loogu heshiiyay in laba bilood kadib heshiiska saxiixiisa in dib loo soo noqdo
oo wixii dhaawac ahaa iyo wixii xaal xaal harsana in la dhameeyo sideedii bay u taagan tahay waxaan ilaahay subxaana wa tacaala ka baryaynaa inuu wixii dhib ay naga dul qaado asma abdikariin axmed asmiin dalaag star tv hargeysa